كنا قد تساءلنا في حلقة سابقة عن مصير خطة التطبيع السعودي مع تل أبيب على وقع المجازر الإسرائيلية في غزة، إلا أن الأحداث كانت أسرع مما توقعنا، سواء على مستوى الوقت أو الشكل، على نحو يمكن معه التأكيد بكل ثقة أن التطبيع السعودي مع إسرائيل قادم، وعلى نحو ربما يجوز معه القول بأن حماس قد تكون استهدفت من خلال عملية طوفان الأقصى التعجيل بتوفير الظروف اللي بتقضي على خطة التطبيع السعودي بعملية دراماتيكية. فأهلا وسهلا بك عزيزي مشاهد قناة منبر واصل في حلقة جديدة بنرصد من خلالها تطورات بالغة الأهمية على صعيد ذلك الموضوع، بتتمثل في تبعات زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكين للمنطقة، والتصريحات الصادرة من السفير السعودي في بريطانيا، واللي بتؤشر من وجهة نظرنا لتحول لافت في موقف الرياض بيثير الدهشة بذات القدر اللي بيثيره من تساؤلات. الحقيقة من المتابعة الدقيقة لما صدر من تصريحات ومواقف بشأن زيارة بلينكين، بنقول إنه كان من الواضح إن أهداف الزيارة بتتمحور حوالين لملمة جراح تداعيات ما بعد طوفان الأقصى، وإعادة المنطقة إلى ما يمكن وصفه بسكة ما قبل العملية، وإن ده ربما بيأتي في سياق منظور الرؤية الأمريكية لوضع النظامين الدولي والإقليمي واللي بتتجاوز الموقف الإسرائيلي. وبعيدا عن الجانب الرمزي في تصريحات بلينكين واللي جت في مطار العلا السعودي وقبل ما يروح مباشرة لتل أبيب، فقد كان وزير الخارجية الأمريكية واضحا وصريحا في الإشارة إلى أن موضوع التطبيع السعودي مع إسرائيل كان على رأس أجندة مباحثاته مع قادة المملكة، رغم حقيقة أن دماء الفلسطينيين لم تجف بعد، ورغم أن تل أبيب حتى اللحظة بتصم أذانها عن كافة المناشدات الدولية بوقف الحرب على غزة. ومن المهم هنا الإشارة إلى تأكيد بلينكين على ما وصفه بتعبيره اهتمام سعودي بالسعي إلى التطبيع، مع تحفظ بربط ذلك الأمر بإنهاء النزاع في غزة وإيجاد مسار عملي كما قال لقيام دولة فلسطين. لكن الغريب هنا وعلى غير ما يتوقع الكثيرون أن تكون السعودية وفق ما يقوله بلينكين هي المهتمة بالتطبيع مع إسرائيل وليس العكس، وإن الموقف تحول بعد أن كانت تل أبيب بتعلن وبكل الطرق عن إنها لديها كل الأمل في التطبيع العربي أن يتم هذا التطبيع، وبالمبادرة من أكبر دولة خليجية وأكبر دولة ذات ثقل في العالم الإسلامي بفعل ما تضمه أراضيها من الحرمين الشريفين. الحقيقة هنا ممكن البعض يتصور أن وزير الخارجية الأمريكي بالغ بعض الشيء، وده وارد في معرض تسويقه للموقف السعودي، لكن المفارقة أن التصريحات الصادرة من الجانب السعودي ذاته بتعزز صحة ما أكده بلينكين، بل يمكن القول أن هذه التصريحات ربما جاءت للتأكيد على صدق الرواية الأمريكية، حيث خرج علينا سفير السعودية في بريطانيا الأمير خالد بن بندر بتصريحات لبي بي سي بيؤكد خلالها أن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد حرب غزة، لكنه بيستدرك ويقول إن أي اتفاق للتطبيع لابد أن يؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية. وحتى لا يتصور البعض من المشاهدين إن في هناك تسرع في الفهم، بنشير إلى أن تصريحات السفير السعودي واضحة لا لبس فيها، حيث راح الرجل يؤكد على أن السعودية لا تزال تؤمن
بإقامة علاقات مع إسرائيل على الرغم من الخسائر الفادحة في الأرواح في غزة. النقطة الأساسية في الموقف السعودي رغم أنها توارت في خلفية المشهد هي التأكيد على أن ده خطوة التطبيع مرتبط بألا يكون على حساب الشعب الفلسطيني، وفي رواية أخرى المقابل لا يقل عن دولة فلسطينية، وفي رواية ثالثة جاءت على لسان الأمير محمد بن سلمان في تصريحات قبل طوفان الأقصى أن يكون ذلك مرتبط بتحسين حياة الفلسطينيين. لكن للأسف فإن كل السوابق العربية بتؤكد على أن تلك ليست سوى يافطة للنفاذ إلى الهدف، وده أمر يمكن تفهمه في ضوء حقيقة صعوبة أن تمر أي خطوة للتطبيع مع الكيان العبري، سواء على مستوى الرأي العام في الدولة اللي بتطبع أو الرأي العام العربي بشكل عام، غير بالشكل اللي بيبدو معه الأمر وكأنه بيحقق هدف عربي رئيسي وهو الحفاظ على الحقوق الفلسطينية. للأسف أيضا فإن السوابق بتؤكد أن الهدف ده والخاص بالقضية الفلسطينية بيتبخر بمرور الوقت، وبتدخل القضية الفلسطينية طي النسيان بمجرد ما يبدأ مشهد التطبيع. السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه السعودية بتقدم على التطبيع بهذا الشكل وبكل هذا الحماس وعلى نحو يبدو معه الأمر وكأنه مبادرة منها مش من سعي من تل أبيب؟ الحقيقة أن السؤال ده مطروح وبكل قوة حتى على المحللين اللي بيتناولوا هذا الجانب من الصراع العربي مع إسرائيل، وبتطرح في هذا الصدد سيناريوهات وتصورات عديدة بتتمحور حوالين التساؤل عن ماهية مصلحة السعودية من التطبيع مع إسرائيل. في هناك طرح مبدئي بيرى أن الأمر لا يعكس مصلحة ولا يحزنون، وإنه لا يتجاوز كونه تجاوبا من الرياض مع الضغوط الأمريكية الشديدة عليها، سواء خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب أو الحالي بايدن، واللي بتأتي في إطار مساعي الدمج الكامل لإسرائيل في المنطقة. وقد أشار إلى هذا الجانب الأخير وبكل صراحة وبدون وربة الأمير محمد بن سلمان في حواره مع شبكة فوكس. على صعيد الرياض التساؤل اللي بيطرح نفسه أو هناك رؤية متفائلة بتشير إلى أن ده بيأتي رغبة فيما يصفه البعض تصفير المشاكل في المنطقة وعلى قائمتها المشكلة الفلسطينية. ده فضلا بالطبع ما يشير إليه أصحاب هذا الموقف من شروط سعودية بتتعلق بتسليحها وتخصيب اليورانيوم للحزو، حزو ما تقوم به طهران حال حصول الأخيرة على أسلحة نووية. لكن في الحقيقة يعني إذا حبينا نناقش الأمر بشكل موضوعي بنقول إن الشروط دي ربما تعبر عن طروحات للحفاظ على قوة وشكل الموقف السعودي، لأنه رغم بديهية إن أي دولة بتسعى للتسليح بما فيها السعودية إلا إن السعودية نفسها بتتمتع بحماية الولايات المتحدة، واللي مش هتقبل بتهديدها بأي حال من الأحوال لأسباب أمريكية خالصة وليس سعودية. ده من ناحية تانية، فإن فكرة امتلاك السعودية سلاح نووي ربما تبدو بعيدة عن الواقع بفعل قيود النظام الدولي. ده ما بيعنيش أن التطبيع السعودي تطبيع مجاني، وإنما من المؤكد أنه بيصب في خانة الطموحات السعودية واللي بيعبر عنها مشروع 2030، وده موضوع آخر ربما يكون له حلقة منفصلة إن شاء الله. شكرا جزيلا وإلى لقاء في حلقة